السلام عليكم، حيا الله الشباب. ويلكم باك اجين وذا نيو فيديو. رجعنا فيديو جديد يا شباب. اليوم راح اتكلم عن موضوع برضو جدا مهم، اللي هو اهم المكملات اللي ممكن انا اخذها لغرض البناء الكتلة العضلية او للاعب الحديد بشكل عام. اوكي، سو ار يو ريدي؟ بيكوز ام ريدي، ليتس جو. طيب يا جماعة، زي ما احنا ملاحظين، يعني خصوصا الناس الجديدة في النادي، يعني اول شيء يجي في باله انه المكملات، انا لازم اخذ البروتين، لازم اخذ هذا اساس اني انا ابني كتلة عضلية. اوكي، وينسى الشيء الاساسي زي ما قلنا، اللي هو التغذية والنوم والتمرين الصح في بناء الكتلة العضلية. طيب، بما انك جالس تقول يعني انه يركزون على المكملات وينسون اللي هو الشيء الاساسي، معناته المكملات ما لها اي غرض. هي المكملات تختلف من أهميتها من واحد للثاني. أوكي، وفعلا يعني عندك مثلا اللي هو مكمل بروتين. مكمل بروتين تقدر تكمل بروتينك مثلا من الأكل. إذا كملته من الأكل ما أنت محتاج بروتين. It's not something، يعني مو شيء لازم يكون معك كواحد مثلا يتمرن حديد أساس يبني كتلة عضلية. مو ضروري إنك أنت جالس تأكل كفاية من الأكل، ما في أي ضرورة إنك تصرف فلوسك في شيء أنت مو محتاج يعني. أوكي، فخلنا نبدأ في أو مع أول مكمل اللي هو الكرياتين. الكرياتين يعني صار عليه كلام تقريبا الجميع يتكلم عنه. أوكي، فالكرياتين هو حمض أميني مهم جدا في بناء الكتلة العضلية، ومهم جدا برضه إنه يعطيك قوة تحمل أو إندورنس أثناء التمرين، ويخزن سوائل أو الموية يخزنها في داخل الخلايا العضلية، وهذا الشيء راح يعطيك طاقة أكثر، راح يساعد في بناء الكتلة العضلية أكثر، لأن العضلة كذا رطبة hydrated أو hydrated، يعني العضلة فيها سوائل، ولما يكون العضلة فيها سوائل معناته في بمب أفضل، في تطور أكثر، في تغذية أفضل. أوكي، فالكرياتين هو أهم مكمل ممكن تأخذه، لأنه هو موجود في الأكل بس ما تقدر تكمل احتياجك من الأكل، محتاج كمية أكثر من اللحم. أوكي، فالمكمل راح يساعدك كثير بما أنك واحد يبغى يبني كتلة عضلية ويبغى قوة تحمل في التمرين وشدة أكثر. أوكي، فالمكمل الأول اللي هو الكرياتين. المكمل رقم 2 أو نمبر 2 اللي هو البروتين. مكمل البروتين وخصوصا الأيسوليت. طبعا أنا صورت فيديو يا جماعة، راح أحط الرابط إن شاء الله في الوصف، اللي هو أنواع البروتين، إيش البروتين اللي يناسبه، كل فرق بين كل واحد والثاني. مكمل البروتين ليش مهم يا جماعة؟ احنا لو ننظر للشيء الأساسي في بناء الكتلة العضلية، الشيء اللي فعلا يعني يرمم الكتلة العضلية ويطورها اللي هو البروتين. مصادر البروتين عندنا البيض، عندنا مصادر اللحوم، هذه فيها بروتين كامل زي ما قلنا، والبروتين الكامل يتكون من 20 حمض أميني. أوكي، بخلاف البروتين اللي موجود، بروتين النباتي أو غيره. طبعا أنواع البروتين ذكرناها وكل شيء في الفيديو، فحط الرابط في الفيديو، ما راح نفصل فيه أكثر يعني. فالبروتين هو نعتبره ثاني أهم مكمل ممكن تأخذه. ليش؟ لأنه في أول شيء البروتين كامل، أوكي، الحمض الأميني 20 موجودة فيه. ثاني شيء يكمل لك احتياجك من البروتين وغيره، إنه موجود فيه فيتامينات ومعادن بس بنسب يعني ضئيلة. ليش البروتين يا جماعة؟ إحنا زي ما قلنا الشيء الأساسي في بناء كتلة عضلية وترميمها اللي هو البروتين. فإذا كان فيه نقص، طبعا أنا ما أقول إنه مهم معناته إنه ضروري أو إجباري إنه يكون فيه بروتين في نظامك الغذائي أو مكمل بروتين في نظامك الغذائي، لا. إذا أنت تقدر تكمل كمية البروتين اللي أنت تحتاجها من الأكل، يا سلام، برافو، أسحب على البروتين مو محتاجه. أوكي، وتأكد يعني أنك تأخذ اللي هو الأيسوليت. الأيسوليت إحنا ذكرناه برضو ليش هو الأفضل في الفيديو، شوفوا الفيديو وأنتم تعرفون. الشيء الثالث اللي الأغلب يعني يغفل عنه وهو جدا 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 مهم، اللي هي الفيتامينات والمعادن، اللي هو الفيتامينز والمينرالز. اوكي، يعني very neglected، مهملينها بشكل مو طبيعي، وهي جدا مهم في التمثيل الغذائي، في عمليات حيوية كثيرة في جسمك، للبشرة، للعين، للتركيز، للقلب، للأوعية الدموية، يعني جدا جدا قوية او مهمة. اوكي، على رأسهم اللي هو الفيتامين دي. انا دائما اغلب المشتركين، طبعا للاشتراك يا جماعة تذكير موجود على سناب شات، حياكم الله، مصور تمرين يوميا وبرضه للتدريب التواصل. Alright.
دائما اطلب من المشتركين يعني انه يسوي تحليل فيتاميناتهم عادي، يعني نشوف النواقص نشوف، لانها جدا مهمه يا جماعه، جدا مهمه، حتى في من ناحيه الاكتئاب، من ناحيه الاداء الرياضي، من ناحيه المفاصل، من ناحيه استرخاء العضلات، من ناحيه التمثيل الغذائي، اوكي، من ناحيه نقل الغذاء، يعني بدونهم راح يكون في يعني مشاكل كثيره في جسمك، اوكي، صحيه. فضروري انك تتاكد من فيتاميناتك ومعادنك، وعلى راسهم زي ما قلت الفيتامين دي. الفيتامين دي يا جماعه جدا مهم للعظام، مهم جدا زي ما قلنا مضاد للاكتئاب برضو، الام المفاصل، التركيز، اوكي، فيتامين سي للمناعه، اوكي، فيتامين اي مضاد للاكسده، فيتامين اي للشعر والبشره وغيره، اوميجا 3. الأوميجا 3 يا جماعة يعني أنا ذكرتها في الفيديو الماضي بشكل مفصل، برضو بحط الرابط في الوصف، شوفوا الأوميجا 3 وأهميتها، جدا مهمة لمفاصلك، جدا مهمة للأوعية الدموية والقلب، جدا مهمة للتركيز والمخ، أوكي، وأشياء كثيرة تحتها، أوكي. المعادن زي عندك المغنيسيوم، المغنيسيوم جدا مهم يا جماعة أنا ناخذه في المساء. طبعا فيتاميناتك يفضل أنك تاخذها في بداية يومك على أساس أنها تساعد في نقل الغذاء و التمثيل الغذائي. الزنك والمغنيسيوم، المعادن هذه يفضل أن تأخذ في المساء لأنها تعطي استرخاء للعضلات، وتعطي فليكسبيليتي، مرونة في العضلات، وتعطيك يعني تريح جسمك كذا وتهدي جسمك، وتعطيك النومة أو تساعد برضو في النوم. فالمغنيسيوم، الزنك جدا مهمة جماعة، جدا مهمة للعضلات، للتشنجات، لآلام العضلات، مفيدة جدا في استرخاء العضلات والمرونة العضلات، وبرضو تساعد في النوم وعمليات حيوية أخرى كثيرة يعني، أوكي. فهذا إن شاء الله بشكل سريع، بشكل سريع ما أعتقد بشكل سريع، لكن إن شاء الله إنه ما طولنا عليكم. فإذا تبون نتكلم عن أي شيء يا جماعة just write it in the comment، أوكي. وهذا كل شيء بالنسبة للفيديو، إن شاء الله فدناكم، ولا تنسون يا جماعة اللي هو سبسكرايب لايك and share، وشير الفيديو في كل مكان على أساس الناس تستفيد، ما تروح تشتري 20,000 مكمل وهي ما محتاجها أساسا. يعني أنا لاحظ ناس كثيرة يعني تشتري مكملات، يعني تأخذ لك جلوتين كربوهيدرات، ويأخذ لك البروتين بجميع أنواعه تقريبا، باور، بي سي اي اي واي اي، ممكن يأخذ بي سي اي واي اي اي، كيف ما أدري، بس كذا بيأخذ يعني، أوكي. فلا يكون همك كله المكملات يا جماعة، أول شيء نشوف الأساس البيسك اللي هو الأكل إيش صار عليه، أوكي، تمريني هل هو صح ولا لا، نومي كويس، بعدين أشوف هل أنا محتاج المكمل ولا لا، alright. فهذا كل شيء إن شاء الله جماعة، فيديوهات الجاية إن شاء الله تكون أفضل، راح نصور المكملات اللي موجودة عندي وكل واحد مفصل، يعني أشياء كثيرة إن شاء الله الجاية انتظروها، أوكي، alright. فهذا كل شيء، و see you in another video.